بين القضاء الجالس، هم بيحاولوا يدينوا واحنا بنحاول نخفف. ده فرق كبير قوي. احنا بنتلمس البراءة وهم بيتلمسوا الإدانة. انا كنت جاي كنت هتكلم في حاجة تانية خالص غير اللي انا قررت اتكلم فيها. انا كنت جاي اكلمكم عن حاجة اسمها اركان الالتزام في الحياة. انا هتكلم عن نفسي في دقيقتين وبعدين ادخل في المحاضرة. انا اسمي هشام الجيار. انا ما بحبش اقول المحامي هشام الجيار او الدكتور هشام الجيار او القاضي هشام الجيار، لكن انا فلان وبعده اي حاجة. انت بتضيف للمكان اللي انت فيه، مش هو اللي بيضيف لك. لو انت استمديت كيانك من كونك ضابط او قاضي او محامي او whatever، يبقى انت في الاصل ما عندكش حاجة. انا ابتديت قاضي، انا كنت قاضي في القضاء العسكري وبعدين سبت القضاء العسكري وترشحت في النيابة العامة ورفضت ادخل، واشتغلت في المحاماة وتدرجت، انا محامي بالنقد. وبعدين من 20 سنة كده كنت برا في لندن، فقابلت راجل اسمه دكتور ابراهيم الفقي، فجبته وجيت مصر، عملنا الهيصة بتاعت التنمية البشرية دي انا وهو. في الفترة دي قعدت انا العضو المنتدب للمجموعة الكندية في الميدل ايست لمدة 11 سنة، كنت بديل 26 بلد من القاهرة. في الفترة دي انا اخدت 32 دبلومة في السوفت سكيلز كله، البرزنتيشن سكيلز والنيجوشيشن سكيلز والبي ار والتايم مانجمنت وبلا بلا بلا. وبعدين عملت ام بي اي من جامعة عين شمس مع ويست بروك في امريكا، وبعدين عملت دكتوراه في الادارة، الإدارة والإدارة القانونية، وعملت دكتوراه في العلم النفس، وبعدين عملت دكتوراه في الطاقة من أمريكا. اعملوا ايديكم كلكم كده، مين صباعه اليمين فوق؟ واحد يرفع ايده صباعه اليمين فوق، واحد صباعه الشمال فوق. اللي صباعه اليمين فوق ده بادي لانجوج، اللي صباعه اليمين فوق ده راجل عقلاني بيودي كل حاجة لشاشة العقل، شاشة العقل بتفرز وبعد كده تودي للقلب. لو العقل موافقش القلب ما يوافقش. التاني الشمال قلبه بيحركه بيودي كل حاجة للقلب، والقلب بيقنع العقل. دي طريقة بسيطة تقدروا تعرفوا تفرقوا بيها الناس. أنا جاي أتكلم النهاردة في القيم. القيم عندنا مشكلة كبيرة جدا في حياتنا اسمها منظومة قيم. طبعا أنا كنت جاي أتكلم بداتا شو، بس المحامي أو المحاضر لازم يعرف يستخدم، مفيش داتا شو، فيبقى أنت لازم تشتغل بحاجة اسمها الذاكرة المتتابعة، وده اللي أنتوا عايزين تعملوه في مرافعاتكم. يعني لما واحد فيكم يروح مرافعة هو يحفظ بس النقط الرئيسية التوبكس، وبعدين هو بيرتجل، بس ارتجاله يبقى داخل السيرك، داخل الدايرة، ما يخرجش عن الدايرة. ليه؟ لان حتى لما بتجيب قانون او حكم صدر قبل كده، انت بتحط الحكم قدام القاضي عشان تحطه في اطار ان هو ما يحاولش يخرج عنه. لكن انت في الاول وفي الاخر، في مثل انجليزي بيقول ايه؟ You're not market yourself, you're not market anything. يعني لو ما عرفتش تبيع نفسك للقاضي مش هتعرف تبيع اي حاجة. بمعنى صح، لازم تقنع نفسك للقاضي، لازم القاضي يقتنع ان المحامي اللي واقف قدامه ده هو وصله للحالة النفسية ان هو يدي براءة او يدي الاتجاه اللي انت عايزه. ليه؟ لان في حاجة عندنا في القانون بتقول حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. احنا بنتكلم عن القانون الجنائي، المدني كله كتابة ومستندات. طب نرجع لمنظومة القيم. ايه منظومة القيم؟ احنا كلنا دلوقتي قيمنا بقت غريبة، كل حاجة بقت عادي. لبس بقى غريب، تصرفات بقت غريبة، كل حاجة بالنسبة لنا مش احنا. حد اتفرج على فيلم اسمه ذا لاست ساموراي؟ فيلم اجنبي. الفيلم ده انا من النوع اللي بتفرج على حاجة ما بشوفش التفاصيل، انا بحاول اتفرج على المعنى. الفيلم كله بيتلخص في مشهد في النهاية ما بين توم كروز وبين السلطان أو الإمبراطور الياباني، لما قتلوا الراجل اللي هو الساموراي اللي هو كان عنده قيم، وبعدين فقبضوا على توم كروز لأنه كان انضم ليه،
فجابوه قدام السلطان الامبراطور فبيقولوا له فبيقول له قل لي كيف مات. احنا كلنا لما حد بيموت نبتدي نسال هو مات ازاي، مش مهم هو مات خلاص، احنا كلنا هنموت، مات ازاي مش دي الطريقه ومش ده المهم خالص. فرد عليه رد كلمه واحده هي الفيلم، قال له لن اقول لك كيف مات ساقول لك كيف عاش. هو ده النقطه، احنا عايشين ازاي، انتوا بتكونوا منظومه قيامكم منين. البني ادم فينا بيتولد عامل زي الصفحه البيضاء دي كده، ولادنا كل ما يجي يبقى مبتكر نروح ضربينه يطلع غبي. طب ما تسيبه. انا كنت من اسبوعين كده في سينما في سيتي ستار، وواحد من اصحابي جاب معاه حفيده واد صغير كده بس قرد. احنا قاعدين وكنا قاعدين في السينما اللي هي الفي اي بي، فالسينما فيها جنبك مكان كده وفي زراير، انا وصاحبي ده عضو مجلس نواب، احنا قاعدين مش فاهمين ايه اللي موجود ده. الواد في ثلاث دقايق في ثلاث ثواني اكتشف، قال لنا حطوا ازازه الميه هنا دي ثلاجه، دوس على الزرار ده هتسقع الازازه، ودوس على الزرار ده لو معاك الموبايل فيه وايرلس ومعاك سماعات ممكن تحط سماعه في ودنك تسمع الفيلم. فده جيل احنا لازم ننمي فيه الكرييت. احنا ليه بنحاول نقتل فيهم كده؟ عشان كده كل علمائنا اللي بيخرجوا بره بينجحوا نجاح باهر، احنا هنا بنقتل ده. احنا لازم نسيب ولادنا يغلطوا ويتعلموا ويكرروا الغلط ويتعلموا، لان التجربه احنا بنشتريها من الاخطاء، مفيش حد بينجح من غير اخطاء ابدا. توماس اديسون عمل 9999 تجربة بعدين عمل اللمبة. هو فشل 9999 مرة؟ لا أبدا، هو جرب 9999 مرة ونجح في 10,000. إحنا مشكلتنا في قيمنا، إحنا بنفكر إزاي. أنتوا بتكتسبوا قيمكم منين؟ نمرة واحد من العيلة، منظومة العيلة أو القبيلة. الانسان انا بعتبر الانسان هو من خلق البيئه بعد خلق الله، يعني ربنا بيخلقنا وبعدين البيئه بتنشأنا وبتطلعنا بالمنظر دي، فكل انسان هو ابن بيئته. انت جيت من المحيط اللي انت طالع منه، فانت بتمثل الحضاره دي، هتطلعها ازاي؟ يا يدعو لك ويدعو لاهلك يا يدعو عليكم. فانت اول منظومه قيم بتاخدها من العيله، اسرتك. اللي بتجيبها لك منين؟ من الدين. احنا المنبع الاولاني الدين، مسلم او مسيحي whatever، قيمنا الدينيه. بصوا لناسنا زمان وناسنا دلوقتي، بصوا لقيمنا زمان وقيمنا دلوقتي. اللي اتعمل ده مقصود. الراجل الامبراطور في الفيلم بتاع توم كروز ده قال كلمه مشهوره في اخر الفيلم، كانوا بيعرضوا عليه الامريكان، كانوا جايبين له صفقه وجايبين له امور متطوره، فالراجل قال كلمه حلوه قوي، قال له انا ارفض هذه الصفقه. فرد قالوا له ليه؟ قال لهم لقد جئتمونا بعادات غريبه وملابس عجيبه جعلتنا ننسى من نحن والى اين نحن ذاهبون. اللي اعترض صاحب المصلحه، اللي شايف ان عنده مصلحه ان الموضوع ده يتم. هو ده اللي احنا فيه، ده الواقع اللي احنا عايشينه. كل واحد يعمل لنفسه assignment او تحليل او مراجعه كل يوم. انا كل يوم الصبح بقوم من النوم اكتب 10 حاجات انا عايز اعملهم في اليوم ده، حققت واحده، حققت اتنين، حققت ثلاثه، ده انجاز. حققت العشره بيرفكت ممتاز، ما حققتش خالص ابتدي اقيم نفسي او شوف انا عملت ايه غلط. وبعدين ما تبصش لحد
خالص. ليه؟ لان يعني هسال سؤال، ايه احتياجات البشر؟ حد يقدر يجاوب؟ لا واحد بس يقوم يقف يتكلم. احتياجات البشر، احتياجات البشر ايه؟ هو رائع كده. اتفضلي. حد من الشباب؟ اتفضل. اتفضل. طيب البشر عندهم خمس احتياجات، هي طبعا الاستاذه والاستاذ قالهم في اطار اللي انا هقوله، بس انا هبلوره بطريقه علميه شويه. البقاء. البقاء. وبعدين ضمان البقاء. وبعدين انك تحب وتتحب. وبعدين الانجاز. وبعدين المعنى. طب تعالى ناخدهم مع بعض كده. الاول البقاء، مش بتاعتك خالص، دي بتاعت ربنا، انك هتبقى عايش. ضمان البقاء، انك هتفضل عايش، بتاعت ربنا بس. نمرة ثلاثة، انك تحب وتتحب، جزء كبير بتاع ربنا اسمه الابيليتي، القبول. ربنا بيديهولك امتى؟ هقولك بعدين. التانية اسمها الكوميونيكيشن سكيلز، فن الاتصال الجيد. ممكن واحد يدخل على ناس يطلع كلام من بقه صفيحة زبالة، وواحد تاني يطلع كلام يخلي الناس تحبه. الفرق بين ده وبين ده ايه؟ الكلام، الطريقة. انك داخل مكفهر، تبسم، اضحك، يعني ابتسم في وش الناس. رابع حاجة الانجاز، العمل، يعني انك جزء منه بتاع ربنا اسمه التوفيق، وجزء كبير بتاعك اسمه السعي. انت بتسعى ولا ما بتسعيش؟ وبعدين اخر حاجة المعنى. بصوا الخمسة مربوطين بمين؟ بالله. طب السؤال التاني، ايه اكتر حاجتين بيتحكموا في البشر؟ المال والعقل. الذات، الحاجة والمشاعر. حاجة والمشاعر. حد من الآخر؟ حدش من الآخر عنده إجابة؟ أي حاجة. الأخت بالنقابة اللي في الآخر دي، اللي إيه يا فندم؟ اتفضلي يا فندم. طيب في حاجتين أساسيتين بيتحكموا في كل البشر. اللي حضرتك قلتوه ده سبيشال كيسز، كل واحد عنده رؤيه خاصه، لكن في حاجتين اساسيين. نمره واحد فير، الخوف. كل البشر عندهم خوف، الرئيس عنده خوف، الغفير عنده خوف. انت عندك خوف ان يحصل كذا انت مش عايزه يحصل، وانت عندك خوف ان ما يحصلش كذا انت عايزه يحصل. والخوف مربوط بدوائر. نمره واحد علاقتك بيه. لو ظبطت علاقتك بيه يظبط لك الدايره الثانيه، علاقتك بنفسك. يبقى في بالانس جواك، تطلع الصوره او الهويه سليمه مش مكسره. يروح ظابط لك الدايره الثالثه، علاقتك بالاشياء، البشر والشجر والحجر. يطوع لك الاشياء. تبص تلاقي كل حاجه سهله لانك ظبطت علاقتك بيه. طيب الخوف علاقه عكسيه، كلما زاد خوفك من الله قل خوفك من اي حاجه، وكلما قل خوفك من الله زاد خوفك من كل شيء. تنفع دي؟ التانية سوء الظن، ودي اغلب البشر مش كل. التانية كل، لكن دي اغلب. اغلب البشر عندها سوء الظن، إلا المتقين. بيقول لك كنت أزرع حديقتي فبحثت عن فأسي فلم أجد فأسي، فنظرت إلى ابن جاري فوجدت نظراته نظرات سارق، ووجدت كلامه كلام سارق، فبت ليلتي مليئا بظنوني حتى يصبح الصباح فأفترسه.
فصحوت فجرا ودرت حول منزلي فوجدت فأسي بين أشجاري، فعدت ونظرت إلى ابن جاري فلم أجد نظراته نظرات سارق، فاكتشفت أنني أنا السارق. احنا بنسيء الظن قبل ما نفكر، مع ان احنا ما طلبناش كده، ربنا ما قالش كده خالص. دول الحاجتين اللي بيتحكموا في البشر. هرجع لمنظومة القيم، انت بتاخد قيمك من العيلة وبعدين العيلة بتسلمك للمدرسة. في حاجة اسمها منظومة العلم. ايه اللي بيدوهولكم؟ ايه القيم العلمية اللي بتاخدوها؟ ايه بيدوك؟ ايه انت بتكتسب؟ ايه خلي بالكم من حاجه، انا دايما بقول للطلبه لما بدي محاضره للطلبه، اما تذاكر ذاكر الشابتر بالفكره والباقي ده تفاصيل شرح اللي كتب الفكره. عشان تبقى مبدع لازم انت تشرح باسلوبك. كان في مره امتحان بيعملوه الطلبه، فكاتبين السؤال بيقولوا حد يشرح لنا ما معنى الخوف. كل واحد كتب، في واحده سابت الورق فاضيه، ادوها درجه نهائيه انها ما خافتش انها تسيب الورق فاضيه. كله ما يجاوبش بقى. مش الدرجات. دول الحاجتين اللي بيتحكموا، دول الحاجتين اللي البشر كلهم محتاجينهم. بيودوكم من منظومة القيم التعليمية لمنظومة المدرس اللي بيدرس، وفي نفس الوقت تروح لمنظومة الأصدقاء. صحابك مين؟ صحابك بيقولوا ايه؟ بيدوك ايه؟ خلي بالك كل واحد فيهم جاي من حضارة غير حضارتك، بيئة غير بيئتك. يا هو بيفرض عليك بيئته، يا انت بتفرض عليه بيئتك، يا اما يحصل هارموني بينك وبين بعض. وبعدين انا بكتب صفحه، عندي صفحه اسمها كلمتين وبس، انا اشتريتها من ولاد فؤاد المهندس الاسم، وبتتنشر في الجرايد كل يوم. فبكتب كل يوم زبنت الكبسول اوف دكتور هشام الجيار، وبترجم انجليزي وفرنساوي. فانا يوميا بكتب على الفيسبوك، انا عندي ثلاث صفحات على الفيسبوك. صفحه في اخر المحاضره اقولها حاضر. فقلت ايه؟ الصاحب للصاحب مثل الرقعة في الثوب الأبيض، إذا لم يكن مثله أصبح عيبا فيه. ده الصاحب. وبالنسبة للبنات الفاضلات، كتبت كلمة مرة عملت لي مشاكل في المجلس القومي للمرأة، يعني إذا وقفت امرأة فاسدة مع امرأة محترمة سيقولون أن المحترمة فسدت، لن يقولون أن الفاسدة أصبحت محترمة. لان احنا مجتمع بيبحث عن العهر لا يتلمس الفضيله. وده اللي انا قلته، كنت بدي محاضره في مجلس القومي للمراه، كانت عزماني الدكتوره مايا دي. وبعدين انا ما باخدش اسئله فيربل، انا باخد كتابه تحط السؤال في ورقه وتدهوني وانا اقراه وبعدين اقوله لو عايز اقوله. فبيقولوا لي ايه رايك في حريه المراه؟ قلت لهم ما فيش حاجه اسمها حريه المراه، انتوا بتنادوا بحريه الوصول اليكم. قلت الكلمتين دول وانا ماشي وشتموني شتيمه. بصي حضرتك، في الاسلام وفي المسيحيه في قوامه. ايه قوامه؟ الست عامله زي الميه دي، والراجل عامل زي الازازه. طول ما هو محاوطها كده هي واخده القوامه دي، لو وقعت هتتكسر الكوبايه وتنساب في كل اتجاه. إلا من رحم ربي، إلا الست اللي هي أصلا في وصل بينها وبينه فهو حافظها. دي القوامة اللي موجودة، ده تفسيري للقوامة اللي موجودة في كتابي. ممكن ما تعجبش أو تعجب، بس ده رأيي. فأما قلت لهم كده زعلوا مني أوي وبطلوا يجيبوني تاني، وقلت أحسن. بيودوكوا لمنظومة القيم التعليمية، بعدين منظومة المدرس. المدرس اللي واقف بيحاضر ده أو بيدرس، أنت جاي منين؟
بتقول ايه؟ هتأثر في الناس دي ازاي؟ وبعدين منظومة الإعلام. كلكم شفتوا فيلم عمر وسلمى مش كده؟ أول فيلم طلع الناس كلها بقى ده عمر ده حكاية. الفيلم ده ما فيهوش غير ملخص جملة واحدة، لما هو كان راجع سكران وكان مضايق البنت اللي هو هيخطبها المفروض، وأبوه ضربه بالقلم فوقع في البسين. قال له كلمة أنا متأكد إن الراجل اللي كاتب السيناريو ده مش قصيدها. قال له ما أنت عمرك ما قلت لي تعال نصلي، عمرك ما قلت لي تعال نزور قرايبنا والناصر رحمنا، عمرك ما علمتني أي قيم، متوقع مني أبقى إيه؟ عارفين أنا كنت في ماليزيا؟ ماليزيا بلد رائعة. دخلت جامع هناك ودخلت كنيسة، الاتنين عاملين ملاهي جوه وكافيهات. ليه؟ عشان ولادهم يشدوهم على الجامع وولادهم يشدوهم على الكنيسة. والفكرة ناجحة جدا بره، ناجحة جدا. فهي القصة كلها انت طالع بقيم عاملة ازاي؟ الإعلام بيقولك ايه؟ بيقولك ايه؟ بيعلمك ايه؟ يعني احنا كلنا اتفرجنا على جعفر افندي العمدة. تعالي يا استاذ هنا يا استاذ، تعالي تعالي هنا. مين عجبه جعفر العمدة؟ لا ده عمل ترند. ما حصلش. وانا طلعت اتكلمت عليه ومحمد رمضان هاجمني. هو محمد رمضان كل دوره في المسلسل انه مرابي بيسلب بالفايز. هو بيعمل ايه تاني؟ وفتوة عامل فيها السلطان سليمان ومقعد اربع ستات فوق واحده واحده بتنزل له ولا بتطلع له بالدور. ايه ده؟ ايه ده؟ خليكي من محمد رمضان، انا بتكلم في الفكره. الفكره ان احنا بقينا مبهورين بالمرابي. هو ده الاعلام، هو ده اللي بيقوله. انا ما اتفرجتش على حاجه من اول ضمير ابلة حكمت وونيس خالص. من فين الاعلام بيقول لنا ايه؟ بيقول لاولادنا ايه؟ دي القيم اللي انتوا بتطلعوا، اللي احنا بنطلع بيها، احنا كلنا واحد. بس هي القصه كلها ان في ناس بتاخد بالها وفي ناس ما بتاخدش بالها. مالكش دعوه بالدوله، خليك في نفسك. معلش اكتب في ورقه، معلش ما باخدش اسئله كده. معلش باحترامي الكامل لحضرتك يعني. مش انت جوه بيتك دوله؟ خلاص انت نفذ دولتك جوه بيتك. عبد الناصر بيقولوا له عايزين نطبق الشريعه الاسلاميه، قالوا له كل واحد طبقها جوه بيته. انا مش ضد، انا مع الصح. انا مع الصح ومع تواكب العصر. دي القيم اللي احنا بنطلع بيها، الاسره، المدرسه، المجتمع اللي انت ساكن فيه، صحاب، المدرس، الماده التعليميه، الاعلام. ده اللي بيطلع الهويه. هيروح ده مودينا في حته اسمها كيف تعيش متزنا في الحياه. في سبع اركان، ركن اسمه الركن الروحاني، وبعدين الركن الشخصي، وبعدين الركن الصحي، وبعدين الركن العائلي، وبعدين الركن الاجتماعي، وبعدين الركن المهني، وبعدين الركن المادي. اخر حاجه ايه؟ الفلوس. لان الفلوس طاقه ارضيه، لو حطيتها على دماغك توطيك، لو دوست عليها تعليك. الركن الروحاني علاقتك بربنا. ربنا سبحانه وتعالى اول ما خلق الخلق فقبض من الارض وعمل بشر صلصال. الملعون ابليس كان كل يوم يدخل جواه، كان اجوف مفيش حاجه، يدخل جواه ويطلع ويقول انت مصيبتي،
مصيبتي فيك انت. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه. وبعدين بيبقى كده اللي في الارض ده كله بيسبح لله. والروح قل الروح من امر ربي بتسبح لله. طب الامتحان فين؟ في النفس. فحط النفس فين؟ هنا. هنا في ايه؟ لا. هنا في مخ. الشيب صغيرة كارت الميموري اللي هي فيها كل خبراتك وتجاربك، كل مفهومك الذاتي عن الحياة، كل الهوية اللي انت طلعت بيها من منظومة القيم اللي انا اتكلمت عليها. وحط معاها النفس. احنا مش مشكلتنا الشيطان على فكرة خالص، احنا مشكلتنا النفس. مشكلتنا النفس. الشيطان بيزقك الزقة الأولانية، الشيطان بيعمل معاك أربع حاجات. أول واحدة يخرجك من الدين، معرفش. تاني واحدة يبعدك عن الطاعة، والحكاية بتاعت الراجل اللي كان نازل يصلي مرة الفجر، فالدنيا ضلمة، فماشي، فوقع، اتزحلق، هدومه اتبهدلت، رجع، خد حمام، ولبس هدوم نظيفة، ونزل، وقع تاني، هدومه اتبهدلت، رجع تالت، خد حمام، ونزل، فلقى واحد قبل ما يقع في تاني، راح واخده من إيده ووصله للجامع. قال له طب تعالى صلي معايا، قال له لا، قال له ليه؟ قال له أنا الشيطان. قال له نعم. قال له طب وانت عملت كده ليه؟ قال له عشان انت اول مره ربنا غفر لك انت واهل بيتك، تاني مره غفر للحي، فبدل ما يغفر للبلد كلها انا اوديك. تالت حاجه يلعب لك في الطاعه، يعني تبقى بتصلي سواء في جامع او في كنيسه وانت سرحان، انت في حته تانيه، انت بتعمل تمارين الصباح الرياضيه بس. عشان كده بيقول لك بص في نقطة التركيز، هتكلم في الحتة دي في الركن الشخصي. نقطة التركيز دي عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا عقلين، عقل يمين وعقل شمال، واحد مسؤول عن التخيل والابتكار، واحد مسؤول عن التحليل والمنطق. فلما بتجمعهم في نقطة واحدة بتبقى في فراغ. فبتركز في اللي أنت بتعمله. آخر حاجة يلعب لك في النية. في النية. تيجي تعمل حاجه تقول ايه؟ اما خلي الناس تاخد بالها، بوظتها، خدت ثوابك وانت واقف. راحت، مش موجوده. لعب لك فيها. تفرق بين الشيطان والنفس ازاي؟ الشيطان يزقك زقه الاولانيه، لو قلت كذا اعوذ بالله مش عارف ايه، راح. اللي يلح عليك في الموضوع النفس. مش الشيطان. وجهادك الحقيقي نفس مش طه. مش ساعات تشوفوا حد تحس انه شفاف كده زي الراجل الصالح اللي قاعد جنبي ده؟ ده بيبقى عنده الروح اتغلبت. احنا في صراع نفس وروح. الروح اتغلبت على النفس. وساعات تشوفوا واحد تو الله يخرب بيتك وبتلوم اللي شفتك فيه. ده بيبقى نفسه سيئاه كومبليتلي، نفسه سيئاه. اغلبنا بيتمرجح، انا لسه بتمرجح ما بين نفس وروح، لان دي رحله الحياه، ده صراع الحياه، ودي رحله الحياه. على ما توصل للنهايه يكون الروح تماما اتغلبت على النفس فتدخل يمين، يكون النفس اتغلبت على الروح فتروح شمال. انت وقدرتك. يبقى هنا في ايه؟ مخ ومع النفس. طب العقل فين؟ هنا في القلب. القرآن بيقول كده والإنجيل بيقول كده. أليس لهم قلوب يعقلون بها؟ يعني أنت بتعقل بالقلب. طب الذنب بيتكون إزاي عند البشر؟ يعني يجي لك موكل وتبقى انت عارف ان القضية خسرانة 100%، فتقول لنفسك ايه؟ انا مالي؟ المحامي ليس مكلف ببذل تحقيق نتيجة، مكلف ببذل عناية. مش ده المبدأ؟ ها؟ فتروح انت قايل ايه؟
انا هضخم له الموضوع واقول له الموضوع ده يخلص بكذا ويخلص بكذا. هحكي لكم حكايه عن المحاماه. سنه 95 كنت واقف عندي جلسه في محكمه الزيتون. انا اسف اللي انا هقوله ده، انا عملت كده وانا غلطان بس انا عملت. فواقف جنبي واحد وواحد، فالمحامي بيقول له ايه، بص القضيه دي قانون نكسبها 100%، 200% القاضي عايز 20,000 جنيه. الكلام ده حصل قدامي انا، فانا قلت انا مالي ماليش دعوه. المهم انا واقف ومدي ظهري للكوريدور، كنت واقف جنب اوضه المداوله اللي بيدخلوا منها الاوضه، فلقيت واحد راح خبطني على كتفي من ورا وراح معدي. طلع واحد دفعتي اسمه عصام ابو العيله، رئيس محكمه جنايات القاهره دلوقتي، انت عارفه ده. فانا عارفه 100%، ابوه راجل تاجر كبير قوي، ناس محترمين وناس ما عندهم قيم، استحاله ياخد حتى زرار. فانا قعدت افكر طب اعمل ايه؟ ففضلت واقف، اتنادت القضيه بتاعتي، نزلت اترفعت، وبعد كده حظ الراجل ده ان قضيته كانت بعديها بقضيتين بالظبط. فانا كنت لسه واقف بلم في ورقي، فداخل، فرحت انا داخل قلت له يا سياده المستشار بعد اذنك، ورحت موطي عليه عشان ما اعملش فضيحه بقى في الجلسه. قلت له المحامي اللي واقف ده قال للموكل ده كذا 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 كذا، راح قال رفعت الجلسه وخدنا جوه كلنا كده، وادى الراجل براءه لانه كان قاضي قوي، بس كشفه قدام الموكل. هو ايه اللي حصل مع الراجل ده؟ الذنب بيحصل ازاي في البشر؟ احنا الجسد فيه كل شهوات الدنيا. الراجل ده بدل ما يكسب 10 عايز يكسب 30، فراح باعت رساله من الجسد راحت لفين؟ للمخ اللي معاه النفس. فقال له ايه يا عم في ايه؟ ما تعملها، انت خسران حاجه، والراجل هيدفع هيدفع. والراجل ده اصلا ابن جزمه، ده تاجر وشمال وابن وسخ، انا اسف في اللفظ يعني. بتاخد منه 30,000 جنيه. فيروح العقل المخ اللي فوق ده مطلع له فايل يقول له طب ما فلان صاحبك عملها قبل كده عدت يعني. يا عم اعملها واستغفر. يروحوا الاثنين نازلين على القلب. لو القلب ضعيف هتعدي هيعملها. لو القلب قوي عمران هيرفض. ده الذنب. لو عدت واتعملت وبعدين حصل له تريكه كده فيبتدي يفكر يقول ايه؟ انا متضايق، ويفضل متضايق، ده لسه في نقطه نظيفه. التاني اتحجر اتقفل. اتقفل. ده الذنب في البشر. بيحصل كده. أنت في صراع ما بين المخ اللي فوق والقلب اللي تحت، العقل اللي تحت. اللي هما نفس وروح. هو مش لما حد بيموت والعقل بيقف بيقولوا ده مات إكلينيكيا يقدروا يعلنوا وفاة غير لما القلب يقف؟ لازم القلب يقف. لأن الروح بتطلع. الروح بتمشي. حلوه دي؟ لو فهمنا نفسنا وقربنا حياتنا كلها هتتغير. ده الركن الروحاني، انت بتعبده ازاي؟ بتقرب منه بأي طريقه؟ ايه الاكسرسايز اللي انت بتعمله؟ بتعمل ايه؟ ما انت بتعمل مليون حاجه طول اليوم. فين الحاجة اللي تقربك؟ سواء مسلم أو مسيحي. ما بتكلمش عن قادنا البعد اليهود لأن دول أعدائنا يعني. ما بتقربش ليه؟ مستني إيه؟ مستني. طب أنا هحكي لكم حكاية غريبة في منتهى الغرابة، لسه حكيها للمعلم نقيب. أنا كنت في الساحل الشمالي في العيد. وبعدين كنا العيلة كلها والولاد نازلين عمالين يصطادوا قناديل في البحر. قلت لا مفيش بحر بقى النهارده، ده انا قنديل ونيله مش هنزل خالص يعني.
المهم خرجوا يجي 10 اناديل. قرايبي بعد ما خرجوا قالوا خلاص الاناديل خلصت تعالى انزل. يا اخوانا لا ضغطوا عليا. نزلت فواقف لقيت واحد واقف جنبي لابس مايوه وفوقيه تيشيرت ونضاره بحر وماسك حاجه غريبه كده. فبقول له وحضرتك بتعمل ايه؟ قال لي انا بصطاد. قلت له بتصطاد ايه بالظبط؟ قال لي بصطاد كابوريا. قلت له كابوريا هنا؟ قال لي بصطاد ابو جلامبو. وقفنا نتكلم يجي ساعه. وبعدين واحنا بنتكلم فجاه لقيت انديل لزق في رجلي. قال لي اجري بسرعه احط خل واحط ميه وبتاع. المهم ايه رحت على الدش وبعدين راجع على الشمسيه لقيت الراجل طالع بيتطوح ولما بالمناسبه هو قبلها كان بيقول لي انا مش لاقي دواء السكر المستورد. ف خرج اتاري بيقول لهم ادوني ميه ادوني سكر ادوني مش عارف ايه ادوله. على ما وصلت كان الراجل وقع. بالمناسبه الراجل ده اسمه المهندس اسامه وصفي نائب رئيس مجلس الاداره الشركه المصريه لتكرير البترول سابقا. على ما وصلت بتلات رغاوي تطلع الاسعاف جت مات. انا سميت الواقعه دي وقت الموت. هو الراجل ده كان عارف انه هيموت؟ ده واقف بيضحك احنا بقيتنا نهزر ساعه انا وهو. وراجل طيب راجل جميل. انا دايما كاتب بكتب ايه؟ اعمل ليوم موتك ولانك لا تعلم ما وقت موتك فاعمل دائما لله. هي دي مش محاضرة دينية على فكرة، دي محاضرة في التنمية البشرية. بس احنا يا اخوانا الدين المسلم والمسيحي داخل في كل حياتنا، في كل حياتنا، بس احنا بنطوعه بمزاجنا. هو منظم حياتنا بس احنا عارفين الحورتجية. هو ده ده الركن الروحاني. علاقتك بيه عامله ازاي؟ الذنب تقاومه ازاي؟ وبعدين تخش في الركن اللي بعده الركن الشخصي. لو انت ظبطت الاولاني يظبط لك التاني. علاقتك بنفسك يحصل لك بالانس جواك، ما تبقاش مهزوز. خلي بالكم الحياه الخارجيه ما هي الا نتاج للداخل. لو انت قوي من جوه الناس هتشوفك قوي، لو انت ضعيف الناس هتشوفك ضعيف. ده الركن الشخصي. انت بتقوي نفسك ازاي؟ بتعمل ايه في حياتك؟ ما تقعش في حاجه اسمها القتله الثلاثه، اللوم والنقد والمقارنه. ما تبصش لحد، مالكش دعوه، كمل طريقك على طول انت ماشي في اتجاهك. خلي بالكوا جامعه هارفارد مقسمه العقول في العالم ثلاثه. عقول عظيمه عندها اتجاهات، عارفه هي رايحه فين، عارفه تعملها ازاي، حاطه خطه وحاطه تعديلاتها وماشيه. دول 11%. وعقول متوسطه 49%. دول يعملوا الميشن. الاولانيين عندهم فيجن، دول القاده. التانيين عندهم اما انت تكون قائد وتحط فكره عايز حد ينفذها، فتحط لده تقول له الجوب ديسكريبشن بتاعك اهو، اعمل 1 2 3. لو انت لقيته مخه نضيف شويه هتقول له ممكن تجود او تكريت تعدل. لو لقيته لا حط له التزام بخطه مظبوطه. وبعدين 40% عقول ضعيفه بيتكلموا عن الناس بس، يلوموا وينقدوا ويقارنوا. هو طول النهار بيلوم نفسه، بيلوم حظه، بينقد اللي حواليه وبيكره الناس، بيكره الدنيا. انا ممكن اقع في القتله الثلاثه بس معايا، يعني الوم ادائي، اقارن بين نفسي ونفسي من شهر. هو ده انت لازم تمشي كده. لو مشيت متزن في الاولانيه هتمشي متزن في الثانيه. الثالثه الركن الصحي. ربنا اداك هديه وقال لك حافظ عليها. مين عنده هنا برنامج رياضي كل اسبوع؟ حضرتك بس في كل اللي قاعدين دول؟
خونة. محدش فيكم خالص عنده برنامج رياضي؟ احنا عندهم رياضي. مش شوية رياضي. طب مين بيشرب مية كتير؟ صح كده. مية ايه؟ مية. الجسم 90% منه مية. تعرفين الجلطات بتحصل امتى؟ بنبقى نايمين كده الدم ليكود يروح قايم ماشي. مصيبة. كارثة. نعمل ايه؟ قوم اقعد. لا اقعد على السرير وبعدين خد معايا كلكم نفس اسمه النفس التفريغي. تاخد نفس طويل في 8 وتكتمه في 4 وتطلعه 3 مرات. ده بيعمل ايه؟ الشوائب اللي بتبقى في الدم نتيجه النوم بيدخل لها اكسجين فتخلي الدم سائل. وبعدين تاخد تعمل تنفس اسمه التنفس الناشط 4 مرات. وبعدين تعمل حاجه اسمها اتزان طاقه. تعمل ايد كده وايد كده معايا كلكم. انتوا نايمين ولا ايه؟ وبعدين خد نفس اعمل كده 3 مرات. كل واحد يخبط اللي جنبه يصحيه. وعودوا نفسكم على انكم تشتغلوا بالروابط. اعملوا ايديكم كده معايا. سيبها. اعمل ايديك كده تاني. سيبها. اعمل ايديك كده وخد نفس. سيبها. اعمل ايديك تاني وخد نفس. سيبها. اعمل ايديك كده تاني. كلكم خدتوا نفس وانا ما قلتش. العقل اشتغل على ايه؟ على رابط ان الايد ارتبطت بالنفس. العقل كده انك انت بتعمل له روابط. ممكن تدخل مكان تشم برفان تفتكر واحد صاحبك لان في رابط ما بين ده وبين ده. فاعملوا روابط في الحياه تمشوا بيها. ده الركن الصحي. الركن الاجتماعي مصيبه العيله. البلوه دي خلتنا في بيوتنا كلنا قاعدين في جزر منعزله. كل واحد قاعد لوحده. وانا صغير شويه عن كده قبل ما اعجز كنت باخد من ولادي من 5 سنين اول ما ادخل البيت اخد منهم الموبايلات لمده 2 ساعة ونقعد مع بعض. طبعا كان موضوع مزعج ومؤلم بالنسبه لهم جدا. بس انت محتاج تقعد تفرغ همومك لحد، لاخواتك، لابوك، لامك. ده اللي بيعمل عيله. خلي بالكم دلوقتي 90% من العائلات مش موجوده مع بعض ودي مشكله. مين فيكم بيبوس ايد ابوه كل يوم الصبح؟ ولا واحده ست؟ ليه؟ او امك. طبعا. عارفين انا ابويا كان مستشار وبعدين راح رئاسه الجمهوريه وبعدين راح الخارجيه وكان سياسي وكان شخصيه طاغيه جدا يعني. واحنا 3 اخوات. انا ليا اخ اللي هو بوليس وليا اخ مهندس. وكان ابويا شخصيه من الشخصيات القويه يعني بفظاعه. وانا من الشخصيات اللي ما بتاخدش الامور مسلم بيها. فكان اخواتي الاثنين يشيلهم من هنا يحطهم هنا يتحطوا. فانا كنت مصدر المشكله الوحيده اللي بيني وبينه. كل حاجه عايز اقتنع. ما انا محامي بقى. انا داخل حقوق بمزاجي على فكره. مجموعي كان يجيب لي حاجات كتير انا دخلت حقوق. واتورطت في موضوع القضاء العسكري ما كانش بمزاجي. ابويا ورطني. وسبته الحمد لله يعني. فكنت دايما بحس ان انا بعرضه كتير وبضايقه كتير. وساعات يصدر مني رد انا مش عارف كان بيصدر يعني في عنفوان الشباب. بس رد ما فيهوش تجاوز اخلاقي. بس رد يعني ربنا بيقول ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ده معناها ما تمشيش قدامه، امشي وراه، صوتك ما يعلاش وانت بتكلمه. ساعات واحدة من بنتي الكبيرة او ابني احس ان التون بتاع صوته عالي، ابقى عايز اخبطه بإزازة ولا بتاع، اقول لنفسي ايه ده العقاب. انت ساعات كنت بتعمل كده؟ ايوه، ولازم يحصل لكم ادراك، لازم يحصل لكم ادراك انتوا بتعملوا ايه. بس ربنا مكنني ان انا امسح كل اخطائي معاه قبل ما يموت. هو جاله كانسر في الرئه وربنا اعلم، يعني الحمد لله. يعني مين فيكم ربنا واحد، يعني حضرتك مثلا لو والدك جه قال لك اسمك ايه؟ يا عبد الرحمن. باباك جه قال لك انا عايز اذبحك، هتعمل ايه؟ هتقول ده الراجل ده اتجنن، صح؟ لا انا ما سمعتش منك حاجه خالص. سلام عليك، انت نجم. عارفين سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل كتب فيهم شعر؟ اتفضل. بيقول ايه؟ ارايتم قلبا ابويا يتلقى امرا ياباه، ارايتم ابنا يتلقى امرا بالذبح فيرضاه، ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر ابتاه، واستل الوالد سكينا كي لا تتلاقى عيناه، القاه برفق بجبين كي لا تتلاقى عيناه، وتهز الكون ذراعات تبتهل الى الرب الاعلى، ارض وسماء ومياه، ويجيب الرب ورحمته سبقت في فضل عطاياه، لا تحزن يا ابراهيم قد فديناه. هو ايه اللي حصل؟ طاعه اب الرب جلبت طاعه ابن الاب. لو بتطيعوا ولادكم هيطيعوكوا، لو ما بتطيعوش اشربوا. شايفين الدايره رايحه فين؟ كلها رايحه كده، كلها رايحه كده. الاختيار. بتتجوزوا ازاي؟ بتتجوزوا ازاي؟ تختاروا ازاي؟ ان جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه والا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. في واحد صاحبي مره راح يخطب، فراح لابو العروسه بيقول له مساء الخير يا انكل، قال له مساء النور، قال له انا فلان الفلاني محامي وجاي اتقدم لبنتك. قال له طب معاك ايه يا فندم؟ قال له ما فيش معايا حاجه، انا راجل. راح واخده وطالع على الشباك فتح، قال له بص الشارع ده كله رجال، يلا يا ابني روح. والله بتكلم جد. وواحد تاني اتقدم لواحد قال له انا معايا طموحي وعندي مستقبل واعد وما معيش حاجه تاني، جوزه. التاني ده واحد من اكبر محامين البلد دلوقتي، مش هقدر اقول اسمه طبعا، راجل محترم اجتهد اشتغل. بتختاروا ازاي؟ خلي بالكوا انا لاحظت انتشار حالات الطلاق في السن الصغير وفي السن الكبير، اللي هو في سني مثلا. ليه؟ الحكايه بتبقى ماشيه ازاي؟ يعني انا عندي حاله قريبه، انا عندي حاجه، عندي عياده اسمها فاميلي ثيرابي، وعندي اكتبوا على اليوتيوب دكتور هشام الجيار، عندي برامجي كلها عليه في التلفزيون المصري طبعا. المشكله بتبقى صوره الست في عينين الراجل ده مين؟ امه، اخته، خالته، عمته، اخواته. فهو عايز البنت اللي جايه من الحضاره الثانيه تبقى دول. وصوره البنت، صوره الراجل في عينين البنت مين؟ ابوها، اخوها، عمها، خالها، جوز اختها. هي عايزه الراجل ده يبقى دول. الاثنين غلط.
لو انت من الاول شايفه ان الانفايرمنت او المحيط ده مش مناسبك ما تخشيش الجوازه دي، ما تدخليش فيها، ارجعي. لازم تكافؤ. التكافؤ مش فلوس، التكافؤ علم، التكافؤ حياه، التكافؤ محيط، التكافؤ اسر، التكافؤ نظره اخلاقيه. مسي كل ده تكافؤ، كل ده تكافؤ. انتوا محتاجين توصلوا له عشان تختاروا. وبعدين انا دي نظرتي الخاصه، مفيش حاجه اسمها نصيب. ليه؟ لان انت لو من الاول ماشي معاه هو هيختار لك، فهيختار لك النصيب الصح. لكن انت لو ما مشيتش معاه يا معلم البس البس، اخترت غلط، سابك لنفسك تختار لك. فلما اختارت لك ضيعتك، او اختارت لك ضيعتك. انا هتكلم على الستات بعد ما اتكلم على الرجاله، مع ان ليدز فيرست يعني، بس ليدز فيرست دي حكايه مشهوره قوي. كان اتنين في فينيسيا بيحبوا بعض، وبعدين اهلهم ما رضوش يجوزوهم فقرروا ينتحروا. فالولد نط الاول في البيت طلعت ندله ما رضيش تنط. ايوه دي حكايه حقيقيه في تاريخ، مش هزار، انا بتكلم جد. ايوه عشان كده بقولوا ليدز فيرست في الانتحار، بس ليدز فيرست يعني لازم بيقدموا الستات. من ساعتها ابتدوا يقولوا كده. في واحد بيختار واحده عشان حلوه، هيفضل حارس بقى. انت هتتعود عليها الحلوه دي بعد شهر، شهر هتتعود عليها هتبقى عاديه. في واحد بيتعود بيختار واحده عشان معاها فلوس، في واحد بيختار واحده عشان بنت حسب ونسب بتتقنعر عليه بعدها. مش كده؟ كل ده اختيارات مش مظبوطه. اختيار ربنا حدده، امشي عليه، سواء في مسلمين او مسيحيين. في بنت تختارها واحد عشان شكله حلو. هحكي لكم حكايه غريبه قوي، كانت مكتوبه في مجله اكتوبر، فمع الراجل اللي اسمه ابو هاب مطوع، يا رب في الاهرام، في بريد الاهرام. ضابط في جهه من الجهات، كان نقيب وكان سمارت، شكله زي القمر. قابل بنت في نادي بريئه جدا، غرر بيها. افقدها اهم حاجه في حياتها. راحت له هي ومامتها يعيطوا له، قال لهم لا مش هتجوزها. وبعدين بعد اسبوعين ضميره صحي، راح يتجوزها، فوجئ برفض الام والبنت، رفضوا. يدخل حرب بعدها 73 تحديدا، فجيله شظيتين، شظيه في عينه اليمين، فبعد ما درجه ابصارها كانت 6 على 6 بقت 6 على 60، ما عادش بيشوف. والشظيه الثانيه تيجي في حته ربنا امرنا بالمحافظه عليها تفرتكها. يخرج من الجيش وهو لواء، ويشتغل في صفقات السلاح، يبقى ملياردير. بيبعت له رساله يقول له نفسي في واحدة تونس وحدتي مش لاقي، دي اسمها هندسة ربانية. انت اعترضت، البس، اختاروا صح. انا كتبت مرة كلمة بتقول ايه، في لحظات الصبا واختلاط المشاعر يخطئ القلب مرة فنظل ندفع الثمن طوال العمر. خلي بالكم، خلي بالكم وانتبهوا. ده الركن العائلي، الركن الاجتماعي الإخوة والإيثار، عاملوا بعض بالإيثار. هتدي هتاخد، هتوقف انك تدي مش هتاخد حاجة، مش هتاخد حاجة خالص، هتاخد هوا. ما تطلعش على كتاف حد، ما تاخدش مجهود حد، قرب. فاضل الركن الايه؟ المهني.
ربنا سبحانه وتعالى عنده رزقين، رزق موهوب ورزق مطلوب. الموهوب ده بيديه لأي حد، المطلوب لازم تعمل حاجة عشان تاخده. خلي بالك برضو الرزق مش كله فلوس، الرزق صاحب جدع، الرزق راحب بال، الرزق واحدة صاحبتك تقدري تحكي لها وانت حاسة بأمان، الرزق أسرة متماسكة، الرزق أب وأم بيحبوك وبيخافوا عليك، الرزق رضا. في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهمي أنا إن القرآن كان في اللوح المحفوظ قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والإنجيل كان في اللوح المحفوظ قبل سيدنا عيسى. الكتب دي كلها ربنا نزلها في اللوح المحفوظ منذ بدء الخليقة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أدي التفسير بتاعي، لا يمسه. ما هو المس؟ اللمس؟ لا طبعا، مش لما يجي يقولك ده في مس شيطاني على واحدة بتاع. المس هو ما يمس القلب والروح والوجدان إلا المطهرون. مين المطهرون؟ إحنا؟ إحنا متطهرون. تدخل تاخد حمام أو شاور أنت اتطهرت. المطهر هو من طهره غيره، فلما يطهره غيره اللي هو رب العالمين عشان لا أقرب، يقوم القرآن أو الإنجيل يمس قلبه وروحه ووجدانه. ده رزق، ده رزق. هتوصل له إزاي؟ بالقرب. رزق هتعمل حاجة. كانت وأنا عند الدكتور الفقي كان عندي سكرتيرة وكنت بديها 5000 جنيه، كان ده سنة 2007. فجأة قالت لي الدنيا صعبة والحياة مش عارف ايه وبتاع، قلت لها خلاص انا مش هديكي فلوس عشان انت شكلك حلو، انا بديكي. الناس ما بتديكش فلوس عشان وقتك، الناس بتديك فلوس عشان قيمة وقتك. هتعمل ايه في الوقت ده؟ فقلت لها خدي فايلينج، خدي اي ماركتينج او اي كوميرش، اعملي لي حاجة تزود الفايدة بتاعتك. فراحت خدت كورسات لمدة 6 شهور وهي في نفس المكان، والمكتب دفعهم لها وعلينا مرتبها من 5 ل 9. ده كان رقم في 2007 على فكرة، رقم مش قليل يعني. بس أنا مقتنع إن الإدارة بالإيموشن بالمشاعر، ده نوع من أنواع الإدارة. يعني أنا يهمني إن أنا الناس اللي بتشتغل معايا تحبني أكتر ما تخاف مني، فلما يحبوني هيخافوا على زعلي، لأن أنا موكل عليهم وبيهم. يعني أنا مرة لغيت زيارة في الجزائر بسبب واحد بيشتغل معايا، الراجل اللي كان مستضيفنا كنا في وهران، والراجل اللي كان المساعد بتاعي دكتور اسمه أيمن محب صيدلي. فانا طالع اعمل البرزنتيشن الاولاني قبل الدكتور فيه ما يطلع يدي المحاضره، لقيت الواد واقف بيعيط، مالك يا ابني في ايه؟ قال لي الراجل اللي مستضيفنا شتمني. قلت له ليه؟ عملت ايه؟ قال لي ولا حاجه، اتنفذ عليا من غير سبب وعمل كذا كذا. قلت له طب خلاص روح قول للناس يلموا الحاجه احنا هنمشي. وبعت لي بتاع الماليات قلت له رجع له فلوسه. فالراجل جه بيتكعبل بقى، في ايه؟ فقلت له انت شتمت فلان. قال لي معلش ده موظف وانا كنت متضايق. قلت له لا انا اسف. يا تطلع تعتذر له وقدام الناس، يا انا هلغي زياره. فطلع فقال لهم انا بعتذر لان انا غلطت في فلان الفلاني، وتعلمت القيمه ان لو واحد يقود ناس يعتبرهم هو. فكرتني كلمه كان ابويا قالها لي، كان بيقول لي انت بتعامل الناس اللي بيشتغلوا معاك ازاي؟ قلت له بعملهم كلهم على انهم انا. قال لي برافو عليك. قلت له اشمعنى؟ كلمة لسه في وداني. قال لي لو حملت الناس اللي حواليك لو خليتهم كلهم اصفار بقيت انت صفر كبير، لكن لو خليتهم كلهم نجوم بقيت انت نجم النجوم.
فالإدارة أفضل إنها تكون بالحب وبالالتزام، وقدم حب واثنين وثلاثة وبعدين خد قرار. ده الركن المهني، انت بتعمل ايه عشان تتقدم؟ اطلع لقدام، ما تقعش في القتلة التلاتة. انا راجل كنت محامي، ايه اللي يخليني ادرس علم نفس ويخليني ادرس كل ده؟ انا عندي مكتبة فيها 3000 كتاب قريتهم كلهم، وبنزل سور الأزبكية اشتري كتب كل اسبوع، وبقرا من كتاب، ما بقراش في النت. الكتاب بيوديك في حته تانية خالص. اخر ركن في الحياه الفلوس، مصيبه. حطوا الفلوس في ايديكوا وطيروها في الهواء. هي اتخلقت عشان تبقى وسيله مش غايه، لان كل واحد فيكم بيجي في اخر اليوم ينام على المخده بيقول لنفسه ايه؟ عفوا يا نفسي، هذه الكلمات هي ذكرى دموع بداخلي، صدى صرخات ترددت بعيدا في نفسي وربما في نفوس الاخرين، لا لسع النار في اذني واخزي الابر في قلبي وبريق الامل في عيني، انها خريطه لاعماقي واعماقكم، وليست اعماقنا ولا كل الاعماق واضحه، فانا دائما احاول دون ملل أن أوضح نفسي لنفسي، أن أسلط نفسي على نفسي، برفق كأنني أحبها وبقسوة كأنني أكرهها، وبين كراهيتي لنفسي وحبي لها يتطاير الألم والأمل، وتنسحب كل ألوان الطيف ولا يبقى إلا لون دنياي، براءة الطفولة وحيرة الشباب وغموض الكفولة، ومن ومضة عين خائفة ومن ركفة نفس قلقة ومن ابتسامة زائرة تأتي على شفتي فجأة وتذهب فجأة، لها لون الملح ودفء النار وطعم الضمير. كانت هذه كلمات هي بقايا من نفسي وشظايا من الآخرين. أشكركم والسلام عليكم.